مرحبا، أنا لميس من متحف الأطفال الأردن. أكيد كلكم تتذكروا معروضات المتحف وتتذكروا الساحة الخارجية. اليوم بدي أحكي لكم عن معروضة الأدوات الموسيقية الموجودة بالساحة الخارجية. الأصوات بتحدث نتيجة لأنه بصير في اهتزاز بالمادة. الأصوات إما بتكون حادة ورفيعة أو بتكون غليظة. مع بعض رح نعمل مزمار باستخدام أدوات بسيطة موجودة بالبيت، واللي هي مصاصة أي حجم متوفر عندكم، ورح نحتاج لمقص. بما إنه في مقص فأنا بفضل وجود حدا من الأهل لحتى يساعدكم. بالبداية رح نقص طرف المصاصة بشكل مثلث. بالضبط زي هيك يكون الرأس مثلث. بعدين نحطها بين أسناننا، نضغط ونسحب. وننفخ في المزمار هلا. رح أقصر المصاصة ونشوف إذا رح يتغير الصوت أو لا. كمان مرة أقصرها. تغيرت الأصوات لأنه طول المصاصة تغير. كل ما كانت المصاصة أطول وأعرض كل ما كان الصوت أغلظ، وكل ما كانت أقصر وأرفع كل ما كان الصوت حاد أكثر. استنوني بتجارب وتحديات جديدة. باي.